أنا أفكر بالمستقبل، عندنا أفكار يستقبل، أنا دي أفكار وأستقبل، لذا يفلح ولذا يقبل. بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون، ومطر عندك مزبون. خرقش مخبار خرقش خرقش. لكن يا مرهون الدنيا حضور، لا يفلح ولا دا يقبل. الدنيا ديجيتال ديجيتال الدنيا شعبان يقول الدنيا ديجيتال. كيف علي انت تخبرني ديجيتال؟ أقول تو على هذا الدكان ليش ما نخلي يعني مركز تجاري ولا معرض سيارات؟ زين زين أحسن ذاك الدكاكين تبغى تسويه مركز تجاري أو معرض للسيارات؟ ايش يا ابوي ايش رايك هذا الدكاكين نكبره ونسوي دكان كبير؟ هذا هو التفكير الصح. نعم هو اكيد كذا بنوصل للنتيجه وبنلعب بالفلوس. لا هن كلمتين. أنا طلقت رضية وجاي أكرر طلبي السابق في إنش توافقي على الزواج مني. أنا رايح الحين وفكري على مهلش وأنا في انتظار الرد. ان شاء الله عاد الحالة ما ترد لك مرة ثانية. خلاص يا ام نصيب، بما انش عطيتيني الفلوس فتأكدي انها ما راح ترجع مرة ثانية. لكن يا امي لو ما معطتني الفلوس ان كان اشللش كل صفار المطبخ والصحون وطلعلش اياهم عشان اقدر اضبطش كل القنوات المختفية. ها هي
يعني السالفة ما سالفة زهرة؟ أرجوك يا أمي، السالفة هي كلها تراها سالفة زهرة وسالفة محل تصليح الهواتف النقالة وإصراري علي، كل هذا يعني من باب أني أنا أقدر أنسى اللي صار. أتذكر يا نصيب. نعم يا أمي. أن هذه الفلوس ترى فلوس ناس، فلوس الجمعية اللي ورطت نفسي فيها. الأيام تمشي بسرعة والناس عادت وتبدأ تطالب بفلوسها. أرجوك حاول أنك ترجع الفلوس بسرعة. إن شاء الله. وأنا بعد يا أصيلة أعطيني 1000 ريال من فلوس الجمعية وبرجح، لا تخافي برجحها بسرعة. زين 1000 ريال أبواي بس، إيش رأيك؟ ماشي في الداخل حمدان، ماشي في الداخل. لا لا تعال 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 انا اشوف. تعال خل 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 خل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ايش هالفخامه؟ خليك شويه شويه بقول ادور شويه. هاي الحاسب، هاي الحاسب لالي، هاي الحاسب لالي، هذا حاسب لالي. لا لا هذا ايه لا ايه أول ما هني كنا ما نتكلم فيها معقول. ترى ما هي حتى ولا عرفنا خلا جاهز. كذي كذي. ما هذا مو المكتبة. هاي المكتبة. وكل شيء جاهز، ما ناقصنا شيء. هذا ديك عاد فكشات وايد قاعد مستقبل. إيه. شيء أقوله. يا أخي والله مش شاقي هذه الفخامة مو باقي لها. هتخسرنا إيجارات والله. أنت لا تشيل هم الإيجارات. ترى الله سمك صاحب المكتب. يبغى يسافر. يبغى يسافر. أي وأجرني جاه. أي. هو أدوانه. هو أدوانه كامل. كامل. كامل أي. جاه 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 هاي. نعم. وترى الإيجار. بنطلع من الأمور ومن العقار. ما العقار ملا. إيجار وغير الإيجار. لا كان زين كان زين. عشان أقول لك صدفة. أصلاً تنام راع المكتب هاي صدفة. صدفة. ما أحسن من دكانك. كيكين ذاك وين ذي. فرق عظيم شاسع. نعم. وبعدين. ما بقى فيها بعدين. حدود سعادتي في الحياة تتوقف عندك أنت، وبدونك الحياة ما لها لا طعم ولا لون ولا ريحة. تعرف إيش أتمنى ماجد؟ تتمني؟ أنت تامري أمر وأنا علي السمع والطاعة. أتمنى يكون لي بيت أخطط بنفسي وحط في كل الأفكار اللي أريدها، ويكون في حديقة صغيرة الظاهر اني مالي نصيب في البحر. وايش رايك لو قلت لك ان انا عندي نفس هذه الامنيه؟ صحيح صحيح، وجالس ادور على قطعه الارض اللي نحقق فيها حلمنا. انا ما قدر اصدق، ما قدر اصدق ماجد، ما قدر اصدق. صدقي، هو انا كم زهره عندي في هذه الحياه؟ عيل خلاص، من اليوم ورايح انا بدي افكر واحط كل افكاري في هذا الموضوع، كل أفكار اللي أريدها كلها كلها كلها. وين رايحة؟ إحنا بعدنا ما خلصنا كلام. رايحة أشوف أمي. دخل. أظن إن جلوسك لوحدك في الغرفة ما راح يحل لك مشاكلك، بالعكس راح يزيدك هم فوق همك. ومن قال لك اني انا مهموم؟ انا بس جالس افكر في الخساره اللي خسرتها، وباغي اعوض خسارتي بشيء تمنيته. على العموم يا ابوي، انا جاي لك اقول لك اني انا جاهز في اي شيء تطلبه مني، وعلى استعداد ان افذل لك اي شيء. ما تقصر يا ولدي، ما تقصر.
بس انا ما بقى ادخلك في المواضيع اللي فيها مشاكل، خليني احل مشاكل بنفسي، خليني افكر بهدوء. على العموم انا بروح عنك الحين، واذا بغيتني في اي شيء تراني انا جاهز. يلا بعد اذنك. سير ابوي سير. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله راضي علي أمي. راضي عليش يا بنتي، واتمنى زوجك يكون راضي عنك بعد. من ماجد؟ ماجد راضي عني، ووعدني إنه ما يتضايق ولا يزعل ولا يغار ما دام إننا عايشين مع بعض. بس يا بنتي الشيء لما يزيد عن حده بيخليه يزعل ويتضايق. يعني إيش؟ يعني مثل ما تهتمي في أمك اهتمي فيه هو بعد، علا يحس بكرة أنك أنت مهتمة فيي أكثر. بعدين يا بنتي ترى الحرمة ما لها إلا بيتها وزوجها، والرجال يريد اهتمام، المسكين عمش خليفة بعد اهتمي فيه، ما عنده حد اللي يساعده ويداري، واعتبري مثل أبوش. إن شاء الله إن شاء الله يا أمي. تمر علي بشيء ثاني؟ الله لا يحرمني منك يا بنتي. ولا يحرمني منك إن شاء الله. الله يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة يا رب. خير ماجد؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء يا زهرة، بس كنت انتظرك عشان نتغدى مع بعض. بس كذي؟ بس كذي. انا بعد ما يتم للجوع، يلا نتغدى مع بعض. يلا يلا. ها يا مرغون ايش قلت؟ ايش يقول مرغون؟ مرغون ما يقول شيء. مرغون وافق وافق وافق. كيف وافق؟ الله يهديك يا حمدان. نحن لازم من الاول نشوف البيت اللي يريد يأجره ونعرف كم قيمة الإيجار. مثل ما قلت لكم البيت مؤثث بالكامل، وحتى في بعض المواد الغذائية، يعني بيت مكتمل ما ناقص انه اي شيء. اللي بيستأجره ما يجيب غير ملابسه ويسكن. اقول سعود تفضل. انت باكر كم سنة تروح تتعلم الخايف؟ كم سنة؟ ما اقل من 4 سنوات. اذا تريدوا تشوفوا البيت الحين انا ما عندي مانع، تراني مستعجل، واذا ما مستعدين خلونا اشوف مكتب ثاني. كيف ما مستعدين؟ اسمع انت، مستعدين يا ولدي وزوج؟ خلاص نشوف البيت. خلاص تفضل حمدان. ها نجلس المكتب. جلس ليش هلا؟ يلا 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 يلا. الله يوفقكم ان شاء الله. يوفقكم الله يوفقكم. كيف جايني ماشي؟ خير يا خليل؟ ايش اللي شاغل بالك ذاك؟ افكر في هذا المحل. نصيب؟ ها؟ المشكلة ما في بيع الهواتف النقالة، المشكلة في تصليح الهواتف النقالة. الحين لا أنت ولا أنا نعرف نصلح. يعني تو أنت بالله عليك شايل هم هذا الموضوع البسيط؟ أنت الظاهر ما عارف نصيب أبو النظريات والأفكار. يعني إيش؟ يعني أسرار التكنولوجيا كلها القديمة والحديثة والمتوسطة كلها هني داخل ذا العقل. أفهم من كلامك إنك تعرف تصلح الهواتف النقالة؟ لا طبعاً، لكن أعرف كيف أوظف عقلي في المكان الصحيح. بيتك ممتاز سعود، بيتك ممتاز. نعم الله يخليك يا مرهون، بس أتمنى إنه يجيب الإيجار اللي أنا أتمناه. هو لو في مكان ثاني عن هذه المنطقة كان بيجيب هذا الإيجار وزيادة. والله أنا ما هين علي إني أجره، بس تراها ظروف جات كذاك. زين ما شوف حد بالبيت؟ طلعنا ونزلنا. هين أولادك؟ الأولاد بيت الأهل، تراهم بيسافروا معي. زين المهم خلنا في التفصيل الحين. أنا أريد الإيجار صافي ورسوم المكتب على المستأجر.
من أولها كذاك؟ يا جماعة ما يستوي كذاك؟ استهدى بالله يا عوض وعين الخير ما تستعجل. مرهون تو بيجي، وبعدين مرهون هو باغي يوصلك بنفسه عشان تعاين أكثر من 5 أراضي. مالك لك أنت؟ يا أخي ما يستوي يسوي فيي كذاك؟ أنا جاي أشتري أرض معكم يسوي فيي كذاك الله يهدي. أنا تراني ما مجبور أشتري نعم من مكتبكم، المكاتب كثيرة. صحيح المكاتب كثيرة، لكن ما بتحصل اهتمام ومساعدة مثل هذا المكتب. هذا المكتب هو الأهم، وبعدين مكتبنا احنا يعني متخصص بإرضاء الزبائن وبس. صحيح، جلس لا تستعد الله يديك. هذا المكتب للفضل والمساهمة الكبيرة في تعمير هذه المنطقة والمناطق الثانية. شوف انت بس اللي عرفه ان المكتب تو مفتوح، فكيف ساهم في تعمير المنطقة؟ قم خبرنا. شيء من الكلام يا حبيبي. صحيح هذا المكتب الحين مفتوح، لكن دكتور عمي حمدان كم عمره؟ عمي حمدان هذا اللي تشوفه مسكين كم عمره؟ كم؟ من كان يمول المنطقه بالانواط الغذائيه؟ دكتور عمي حمدان الوحيد اللي كان في هذه المنطقه اللي كان يمول. ابوي معلوم كان يبيع ملح. ابو اسمع انت، والملح شيء بسيط؟ الملح داخل في حياتنا كنا يا انسان. وبعدين يا عوض يا اخوي، هذه الايام طايحه املاح ملونه، ملح ابيض احمر اخضر اصفر نارنجي برتقالي. ايش بعد؟ هو النارنجي. النارنجي نعم، واقل شيء الملح هو اقل شيء، واقل شيء يبدا صغير وبعدين يكبر. يعني كلمه الملح يعني صدقني يعني لو تقراها من اليسار لليمين بتطلع حلم حلم، والحلم يبدا صغير وبعدين ها يكبر. تراني ما جالس اخذ منكم غير شويه كلام. اسمع انت، اما انك تغلط عوض تغلط انت. انت تفتكر ان الكلام شيء بسيط؟ ابوي الكلام هذا عايش في حياتنا، بالكلام نوافق وبالكلام نرفض. صحيح كلام عمي حمدان، واقل شيء نعرف نتكلم نقول موافقين حتى لو ما فاهمين. نوافق؟ بس انا ما موافق اني اجلس انتظر اكثر من كذا. مطلق لبيك يا عمي. روح لعمك مرهون تلقى بيت سعود، خليه يجي بسرعة. هذا الزبون ما نبغاه يطيع من يدينا، جاي مكتبنا لازم نستغله. مفهوم؟ ومثل ما يقولوا الدنيا حروب. يلا ان شاء الله يا عمي. بسرعة الوميض طوف عن طريقه الى المريخ. انطلقوا. عوض طالع اقول لك مرهون تبيك والغدا ابا ستغدى. أبو هين أبدأ الغداء ولا الأرض؟ الله الله. أوه يا سلام يا سلام، هذا ما سبح نعم ما سبح. تهنى مرهون تهنى تهنى. زي سوى سعودي وخلاني بروحي، زي سوى. بس يا ريت تحقق اللي ببالي. يا ريت. ايش الراحة. الله تهلنا مرهون تهلنا. افا يا ايش الراحة النفسية. هداية الدعنغاوي دفي. يلا مسيكين حمدان اخوي مسيكين.
عمي مرهون؟ نعم يا رضية. تعالي رضية تعالي. رضية؟ مطر؟ هل انت؟ لا عمي انت ايش مسوي بعمرك؟ ايش مسوي بعمرك؟ دخلت الحمام وضربت لي سبح على كيفك يا مطر. اوه ولا بس انت الطربال هاي؟ الطربال ناعم غاوي يريح، مره يرقد. عاد يا مطر لما شفت ذاك الماي الزين البارد ها؟ قلت خليني اضرب ذيك السبحه الممتازه. وحقيقة نسيت عمري لما شفت نفسي لحد ذاك الماي الزين البارد. يا الله يا الله ماي بارد؟ بارد. ابي انا سالتك عن شيء وانت ترد تكلمني عن الماي؟ وانت ايش تخصك رضية؟ ايش تخصك ها؟ زوجتك، خالتك، عمتك، ايش تخصك؟ ايش جيت لك؟ انا اللي ابغاها ما انت. عمي ما تخصني شيء، بس ان قصدي اني اساعدك واوقف معاك واقدم لك الخدمه اللي تبغاها. صحيح يا مطر؟ يعني عمي. اقدر اعتمد عليك والكلام اللي بيننا هذا يكون سر؟ عفا عليك يا عمي، من يقدر يحفظ سرك غيري؟ اسمعك يا عمي، تكلم بس انت. زين عيل، ما دام كذا اقطع عندك لسانك ونتكلم على راحتنا. تعال 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 مطر، تعال اجلس لي سوالفك. احيانا تعجبني يا مطر، تعجبني. نعم عمي. وعوض؟ عوض من العوض وعليه العوض وعوض على الله. نعم والله يعوضنا ويعوضكم. اسمعك عمي. انت بتعرف يا مطر ان خليفه طلق زوجته رضيه؟ دكتور ايش ضحك؟ انا قلت شيء ضحك؟ ها؟ واحد وطلق زوجته، ايش فيها يعني؟ اسمح لي عمي، انا ضحكت. تذكر الايام هذه لما كنت انت معك فرضية ايام ما كان ركب غاز بين عمي خليفة؟ اتذكر اتذكر. تعال مطر، عجبت فيها من اول اسطوانة. كيف؟ قصدي من اول نظرة. نعم نعم. زين. الحين باق شيء واحد، اذا صرت اخطبها اجي معي؟ فعليك يا عمي، اجي معك. نعم. زين الحين ابغاك تكلمنا عن رضية، كلمنا عنها بالتفصيل الممل. جزاك الله بالخير. بالخير خير. الله بالخير. خير النور. خليل، مهما صار انا حقي اريده، وفلوس صيانه البيت ترى انت وما استلمتهم. هلكتنا فلوسي وفلوسي فلوسي وفلوسي. فلوسك بتجيك، وعمي حمدان قال بيعطيك اياهن. عمك حمدان ما دفع وما بيدفع، ولو دفع فهو عنده نفس الطلب والشرط اللي وصلني انا وانت الشرطه. هدي اعصابك، تراك ما ناقص سجن مرة ثانية، وهذه المرة ما حد يكفلك. على العموم أنا رايح البيت أنتظر فلوسي أو الموافقة على طلبي القديم يا خليل. مع السلامة. كذاك يا حمدان؟ استغليت علي كمين بيسة تدفعهم حال خليفة؟ الله يهديش يا درية، تو 1375 ريال. انت عندك كمين بيسة؟ عقمتي الفلوس كيف يطلع المعش؟ وبعدين انت اللي ما بغيت شيء تسوي شيء بموضوعنا. نعم ولا كان الفرصة عندنا بس انت ضيعتيها. ضيعتها؟ يعني شفتها برا الملعب ولا حولتها ضربة جزاء؟ لا بلنتي ولا كشي، هاي طلعت اوفسايد. فرصة كان عندنا ماجي وكان ممكن نستفيد منها. لا سويت ولا بسوي شيء ما دام ان ولدي بيرجع السجن، واحنا جالسين معتمدين عليك ونقول انك رجال الشهم واقف تساعدنا. طلعت البر ما سويت شيء الحقيقه يعني. بس ايش؟ لا بس ولا شيء، وما بيننا اي كلام. وموضوعنا؟ موضوعنا؟ لا ما بيننا مواضيع، انسى
كل شيء وياني وياك مرة ثانية تتصل فيني، سمعتني يا حمدان؟ بابا عليها سكر التليفون فوقيها. تعجي عمي مرهون تعجي. يا سلام اليوم الاكل زين ولذيذ. تو انت خليت شيء في بطنك عشان تقول زين ولذيذ؟ لا انا اقول يعني باين من شكله انه زين ولذيذ. حمدان تعشى مالك انت بعد؟ با تو تعشى دراهم بيخلصوا الاكل. جوع عندي جوع يا ولدي قدام الجوع عشت يا الله الله. تو انتو مالكم اليوم؟ اكيد صاير فيكم شيء، حالكم ما عاقبني مالكم؟ اما انا يا امي ما في شيء البر، والمحل الحمد لله ماشي زين، لكن ترى ما مثل ما متوقع انا يعني. خير ان شاء الله. انت عصرينك ايش متوقع؟ انا متوقع يا امي اني ابيع في اليوم ما يقارب من 20 إلى 30 هاتف نقال. هذا من غير الاكسسوارات الخاصة بالهواتف النقالة. لكن ترى عاد ما اعرف يعني مصلي. بس من وين؟ ان شاء الله من بكرة اسوي تخفيض واضرب كل المحلات التجارية. نعم نصيبنا ابو النظريات والافكار ما لا به. تعشى عمي تعشى تعشى. ايش فيك انت؟ هركتي. تعشى عمي تعشى. انت جالس تراقبني ولا ايش؟ انا خلاص اكلت وخلصت. يلا. الحمد لله رب العالمين. وانا بعد شبعت. الحمد لله رب العالمين. ايش فيك اليوم؟ ماسك اللي تعشى 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 تعشى. ايش عندك؟ عمي تراك انت اليوم وايد سرحان، كلهم يتشوفون عليك. كذي بينكشف سرك عمي. صحيح؟ كيف ما صحيح؟ صحيح ونص عمي. مشكور يا مطر مشكور، حسنت ما قصرت والله، انا ما حسبت كذا. عاد هلا هلا، هذه الفلوس الجمعية ترى. ولا يهمش يا ام نصيب، ان شاء الله على نهاية الشهر تكون فلوسك كلها جاهزة. قول نصيب. قولي. ايش اخبار خليل؟ اقصد يعني كيف هو يساعدك في الشغل؟ رحوم ترى انا عارف قصد شهر، خلي عنش تستفالف خلي عنش. يعني ايش؟ مو قصدي نوبة. بس 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 يا شو تتناخلوا بسكم مناخلوا والله. هذي لدومهم كذاك ما كنا منادى عم البر. اشوفهم والله ذي ما لهم كذاك. اصيله تجملي فيه تجملي. انا في الحقيقة الله بس مستحي منيش. نعم باغني تسلفيني 1375 ريال تجملي فيه من الجمعية. ما حرج شوية. خليل خليل انت غالي علي ولن اتنازل عنك ابدا ولا اسمح لخليفة ان يدخلك السجن يا ولدي. اظنك بتسألني ايش ناوي اسوي. خليل انا خلاص وافقت بشكل نهائي اني اتزوج خليفة، وتو اخبر مطر يروح يبلغه. نعم. ايش؟ اخاف الفلوس تضيع مني يا مرهون، قل لي ايش اسوي. اكيد اريد اتفاهم لخليفة عشان يخلص خليل من الورطة. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما يهمني هو يدفعها لمن ولا لمن، انا كل اللي يهمني اخاف حقوق الناس تضيع مني. يا بنتي اصيلة ما واثقة في حمدان؟ لا تقول هذا الكلام يا مرهون، انا واثقة منه. بس موعد تسليم اول مشترك قرب، وانا الفلوس اللي عندي ناقصة. شيء الفلوس عندك انت وشيء منهن عند نصيب، يعني انا ايش اسوي بهذه الورطة؟ قل لي ايش اسوي. ماشي ورطة يا اصيلة ماشي ورطة، انت اعطيني الفلوس اللي يريدهن
وانا متاكد قبل موعد توسليم المشترك الاول بتكون الفلوس اللي اخذناها رجعت. رجعت يا. يعني هذا رايك؟ اظن هو هذا الراي الزين. ايش رايك برايي؟ ها؟ خليفة؟ وين خليل؟ خليل في الشغل. احتراماً للجيرة أنا جاي أخبره أني رايح مركز الشرطة علشان أشتكي عليه علشان يشوفوا لي حل للفلوس اللي عليكم أو أنه يقول لي متى بيدفع لي حقي. خلاص خليفة اللي تريده بيصير. يعني متى بتاخذون فلوسي؟ لا لا مو الفلوس، أنا أقصد الموضوع الثاني. يعني موضوع زواجنا؟ نعم بس بشرط بعد ما تتنازل عن حقك. أنا مستعد أتنازل عن حقي بعد الملكة مباشرة. خلاص صار. حي أبو. سمعتني يا خليل؟ أباك تجيب لي 9 أنواع من هذا النوع. انزل. لكن بألوان مختلفة. ما تجيب لي نفس اللون. إن شاء الله. ترى علي طلبات واكل ذي. ما يهمك. أيوة. من هذه العين قبل هذه العين. كيف أبغاك؟ إن شاء الله. نصيب. آه. أنا. خلين. روح شوف طلبات الأخ. وخلينا نشوف طلبات الأمس. هلا هلا بالطش والرش. أي خدمة. ترانا احنا مستعدين هنا نخدم الناس الطيبين الطيبين وبس، والباقي ينس أمري تدللي. النقال خربان وأريد صلحه. بس النقال خربان؟ كنتي بنت الحلال تخربي بلد؟ عاد النقال ما يخطره؟ كيف يعني؟ يعني هذه الشياكة والجمال وجاي تصلحي هاتف نقال؟ أنا على بالي جايتني تشتري هواتف 2 ولا 3 ولا 4. لكن ما يهمش، مع نصيب أبو النظريات والأفكار هاي تصلح هاتفش إن شاء الله يتصلح. أنت اسمك نصيب؟ يا قوليها مرة. نصيب؟ نصيب كان وافقتي. وانتي؟ أنا آسفة. آسفة؟ اسم نادر وجميل. آسفة؟ لا قصدي أقول آسفة لأني ما أريد أخبرك باسمي. زين يا آسفة، يعني أنتي متزوجة ولا مخطوبة؟ لا ليش؟ يعني عشان انا ممكن اصلح لك الهاتف النقال بلاش، او حتى ممكن مستعد اغير الاشياء. يا وافقتي. شكرا. بس متى بيخلص اخذ النقال؟ ان شاء الله النقال هذا يخلص، يعني ممكن تمر علينا بكره الصبح. او اقول شيء، انت حالمو ما تجلسي شويه، يمكن هو تو يخلص غصبا عنه، حتى لو ما بغى يخلص هيخلص. انا مستعجل الحين وامر عليكم بكره. وتلاقيني إن شاء الله في انتظار شباكم. يا الله يا الله يا الله. هذه هي القطعة الخامسة وهذه آخر قطعة موجودة. بصراحة هذه أجمل قطعة شفتها. نعم ما مثل الأراضي اللي راويتني إياها قبل شوية. زينة. نعم عمي مرهون
نقالك ترى نقالك. اي نعم هذه الارض ما تتعوض يا عمي عوض. صحيح على رايك يا مطر، خصم هذه الموقع والمساحه الا اقول مرهون. نعم. كم تريدوا لهذه الارض؟ والله يا عوض يا اخوي من غير لف ودوران صاحب الارض يبغى لها 16,000 صافي، ما ينزل ولا ريال، يعني العموله مال المكتب والاسكان على المشتري. 16,000 ريال غالية وايد مرهون، الله يهديك. غالية؟ من قال لك غالية؟ أنا شوف مساحتها كيف كبرها، صراحة أنا أشوف سعرها وايد مناسب بصراحة. إنزين إذا مناسب خذها أنت، وأنا تراني متنازل عنها. نعم. أنا؟ أنا 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 ما عندي مبلغ عشري مثل هذه الأرض، ولا أظن في يوم إني بقدر أشتريها. إيش قلت يا عوض؟ تشتري ولا لا؟ خلصنا؟ والله الأرض عايبتني يا مرهون، وأنا باغى أشتريها، بس باغى أتفاوض مع صاحب الأرض إذا ممكن. أتفاوض مع صاحب الأرض؟ إذا بالإمكان يعني. ها، ولا تخاف، ترى عمولتك بتحصلها مني كاملة. ها، إيش قلت يا مرهون؟ ترى الأرض عايبتني، وأنا إن شاء الله شراي. زين، ما عندي مانع، بنسير المكتب وبنتصل بصاحب الأرض، ما يهمك. يلا إذن على بركة الله. اسمع خليل، أي هاتف نقال يحتاج لتصليح نوديه للمحلات القريبة منا اللي هي متخصصة في تصليح الهواتف النقالة، واحنا عاد ناخذ فايدتنا من هذا الموضوع، فهمت؟ عشان تعرف ان هذا يكلمك نصيب ابو النظريات والافكار. صحيح انك ما عاد سهل يا نصيب. عسى يا رب، عسى يا رب توافق علي، عسى، لانها بصراحة قاتلتني. فيك العادة كذا عادة تروح. مطر. نعم عمي. ليده طوى ليده بسني شريمة بسني، خلينا نكلم الرجال الله يهديهم. نعم زيده انا بشوف احمر الرجال، هذا بشوف لك اياه الحين بدور لك اياه. شوف الحاله شوف الرنات، والله الرنات عددنا منها. نعم ناس فاضيه لك عوض، ما عندهم شغل، يحبوا ازعاج الاخرين. نعم والله فاضي، بحسب عمر الرجال. زيد قوى زيدنا عمي يقول بسني، ما عليك منه زيدك بسني، الله يهديك بسني. هذا رب الرجال حصلناها، ما يهمك هذا. اتصل فيه بتصل. لحظه هو لحظه انا عايزه. كيف الحال زيدة بسني شيمة زين. لا ما انت هلا حوض زيدة قهوة. ايه هلا حصلنا لك شاري على ارضك. نعم حصلنا لك شاري. نعم لكن الاخ موجود عندي، موجود. نعم تبغى تفاهم من روحه معك. هذا نعم يقول هذا شرطة، احنا ما عندنا مانع طبعا نقدم. الشقيقان الخدمات العقارية. تذكرني بيقول ذكرنا حيسي مرهون معك. ايه عيد ذكر هذا هو معك. لحظة بكلمك. زينة بس نشيمة. لا ما انت قصدي. لحظة هذا كلم. زين لحظة هذا بكلمه. تفضل اقول كلمة هي معك صاحب الاخ. ان شاء الله. مطر. نعم. تعال. خلي رياض. السلام عليكم. اقول لك عيسى، ايش رايك يا اخ عيسى نتفق انا وياك ونتخلص من هذا المكتب، يعني نستفيد بالفلوس انا وياك، ايش قلت؟ والله في الحقيقه انا ما عندي مانع انه يعني اتفق معاك حقيقه يعني. ايه ونخلي هذا المكتب يعني بغى على الموضوع. انزين بكم تريد الارض اخر كلام؟ والله في الحقيقه يعني يمالك حلف علي حقيقه ابغى لها 17,000. كم؟ 17,000 ريال عدا ونقدا. هذا حالك انتهي. نعم هي بس المكتب قال لي ب 16,000 وانت تريدها ب 17,000.
انت مالك الله يديك، هذي لأصحاب المكاتب ما يفهموا شيء. خليك معي انا فكر بتربح. انا احسن لي اتفاوض مع صاحب المكتب احسن عنك انت يا صاحب الارض. يلا مع السلامة. هلا حوض، كيف جارك تفختم؟ ها؟ انا بشتري الارض منك انت. يعني بشتريها ب16000؟ ب16000. حسبيك انك ختمت هذي. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجازف دارت علي. خليك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية. يا حساي ما طحت واقف كل ما أجازف دارت علي. العمر عدى والراس صدى ما عاد فيا، كل ما نحاول محنا نزاول ننشات فاول ضربة قوية. خليك محاول